مشاهدين اهلا ومرحبا بكم معنا ولقاء يتجدد وبرنامجكم بسمة امل. والنهاردة معانا مجموعة من الفقرات المتميزة بنهديها لاصدقائنا وصديقاتنا اللي بيتابعوا معانا بسمة امل. فقرة من الفقرات عن تطور طبي جديد، فقرة اخرى معلومات لكل سيدة، وفقرة اخرى عن مدار الحمل المتكرر، وفقرات اخرى متعددة. جلال عبد الحميد، شرفنا. اهلا وسهلا. مهم قوي بالنسبه لتخطيط الاسره في بدايه حياتهم الزوجيه. طبعا المفروض كل واحد يخطط اسرته لاسرته التخطيط الجيد اللي يسمح انها تعيش حياه سعيده مستقره باسلوب حضاري. الراحه بالنسبه لرب الاسره النفسيه مهمه؟ طبعا الراحه دي هي الاساس. ما لم يكن رب الاسره في راحة هو وأسرته النشأ هيطلع غير مستقر، وبيبقى فيه عائد ضار بينتج عن الـ 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 عدم هذه الراحة. سعادتك عندك أولاد قد إيه؟ أنا عندي بنت وولد. ربنا يخليك. مخططين برضو؟ طبعا يعني التخطيط ده رؤية بتيجي نتيجة شواهد عينية، يعني ممكن تكون تخطيط بالتوعية بتاعت الدولة، ممكن بتيجي تلقائية بالتوعية الأسرية المقابلة. يعني التخطيط لازم والتوعية لازمة والاتنين بيكملوا بعض. البنية الأساسية تكون سليمة علشان كده التخطيط في الحياة الزوجية سليمة. حتى للأولاد؟ حتى للاولاد، ودول اهم من الحياه نفسها. دي اهم حاجه في الحياه، التخطيط للاولاد نفسهم علشان ينطلق من قاعده سليمه. لازم نخطط له انه يطلع انسان سوي قبل كل شيء. لو جه ولد او بنت بعد مرحله زواج طويله مثلا، هل تغيير في السلوك بيبقى عادي ولا بنستعمل اسلوب معين؟ هو المفروض انه بيكون غير عادي، لكن لازم نستعمل اسلوب معين، الواحد ما ينساش فرحه انه جاب ولد او بنت بعد فتره غياب كبيره، انه هو يدلله او يفسده، فبرضه لازم يخطط له التخطيط السليم حبا في الولد نفسه. كل ما بيزيد حب الوالد لابنه كل ما بيزيد تخطيطه السليم، وبالذات اذا كان الاب متعلم والام متعلمه. هل العقاب والثواب موجود مطلوب؟ لازم يكون موجود. ازاي؟ الانسان عمره ما يعرف الحاجه الحلوه الا اذا داق الوحش. لازم اذا جازك، يعني اذا كان ماشي في خط سيره اللي رسمه له والديه، وهم اقدر الناس انهم يرسموا له خطوط سيره وهو صغير بالذات، اذا مشي فيه منتظم لازم يوروا له ان ده ليه ناتج كويس عنده، واذا اختلف هو معاهم في الراي يبينوا له الغلط من الصواب، واذا راي الغلط من الصح، يعني اذا اتجه الغلط لازم يتعاقب. راي سعادتك؟ مظبوط، الكلام كله ده مظبوط. احنا بنمشيه في بيتنا. يعني ازاي؟ يعني بالنسبه، انا عندي بنت عندها 13 سنه، ف بالنسبه لحياتها يعني الحاجه الغلط اللي هي بتعملها لازم تتجازى عليها، لازم اي حاجه هي بتحبها لازم تتحرم منها. اختيار اصدقائها؟ ده حاجه مهمه جدا، اختيار اصدقائها خصوصا في الزمن ده. اصدقاء لازم، ولازم كمان علاقه الاب باصدقاء الطفل ده حاجه مهمه جدا، لان لو كانت علاقته باصدقاء ابنه كويسه، يعني بيوريهم ان هو قريب منهم، ده بيدي ثقه للولد نفسه او للبنت في حياتها نفسها، بتبقى سويه اجتماعيا سويه. هل بالنسبه للاسره لما بتاخد ريست في وسط الاسبوع ده بيديها دفعه؟ لازم. ازاي؟ بعد التعب الكتير لما اشوف انا بنتي انها مجهده من المذاكره، لازم اغير لها الجو اللي حواليها علشان اجدد طاقتها مره ثانيه وتبدا المشوار من تاني. ما لم تكن هذه الراحه متوفره باسلوب او باخر، النتائج بتبقى اقل. لو حضرتك بص، يعني مثلا في بيقولوا مانداي برودكشن، ده ناتج عن يعني راحه